اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق كيب كات لا يوجد اتصال بالانترنت. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالوصول الى الاسفل والبحث عن تطبيقكم كيب كات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كيب كات خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، بينما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكله.